الآيات والأدعية التي يجب أن يقرأها من أراد رقية نفسه من السحر، ودعاء القضاء على الهم والغم. السلام عليكم إخوتي في الله. إن الطريقة الصحيحة إذا أردت أن ترقي نفسك من السحر أو العين أو غيرهما أن تضع يدك على رأسك أو غيره من بدنك كصدرك مثلا، ثم تبدأ بقراءة سورة الفاتحة، ثم آية الكرسي، وبعد ذلك سورة الإخلاص وسورتي المعوذتين والآيتين من آخر سورة البقرة من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، صدق الله العظيم، إلى نهاية سورة البقرة. كذلك الآيات التي فيها إبطال السحر، وهي الآية 102 من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. كذلك الآيات 117 و120 من سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين، صدق الله العظيم. كذلك الآيات 80 و82 من سورة يونس: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، صدق الله العظيم. أيضا الآية 69 من سورة طه: بسم الله الرحمن الرحيم، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، صدق الله العظيم. كذلك تقرأ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الرقية، كحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض فدعا له قال: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، متفق عليه. كذلك تقرأ هذه الآيات في ماء تغتسل بجزء من الماء وتشرب الجزء الآخر وتستمر على ذلك حتى يشفيك الله تعالى بإذنه، وعليك أن توقن أن الله تعالى وحده هو القادر على دفع الضرر وهو النافع والشافي، وهذه الرقية إنما هي سبب لا تنفع إلا بإذن الله تعالى، فلا تعلق بها قلبك بل علقه بالله تعالى، لكن مع فعلها حتى تنتفع بها بإذن الله تعالى. وأكثر من الدعاء بصدق وإخلاص، وداوم على طاعة الله تعالى، وابتعد عن معصيته، وواظب على أذكار الصباح والمساء وذكر الله عموما. وللاستعانة على ذلك ننصحك بشراء كتابين: الأول حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة للشيخ سعيد القحطاني، والثاني اسمه فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين، تأليف الشيخ عبد الله الطيار، وتقديم الشيخ ابن باز رحمه الله. فإذا فعلت ذلك أذهب الله ما بك من السحر والخوف من السحرة والدجالين إن شاء الله. وأما علاج الهم والغم فهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أصاب أحدا هما ولا حزنا فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها،
رواه أحمد وصححه الألباني. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يذهب همك وغمك ويكشف ما بك من السحر، إنه على كل شيء قدير، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وارزقنا الجنة، اللهم آمين.